بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وصفوة أنبيائه، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء حلقة هذا المساء المبارك أسماء وأوصاف. وبيان ذلك أن ثمة أشياء يغلب عليها وصف، أو أن ذلكم الوصف تتحلى به من حين إلى آخر ثم يستعار حتى يصبح اسما لها. المفردة الأولى في هذا اللقاء من أسماء وأوصاف الحوباء. الحوباء اسم يطلق على النفس، مأخوذ من وصفها بالإثم، ذلك أن النفس تجنح إلى أن تلوم نفسها، تلوم ما كان منها، فسماها الله عز وجل بالنفس اللوامة، وتجنح إلى أن تأمر صاحبها بالسوء. ربنا عز وجل يقول إن النفس لأمارة بالسوء. في هذه الحالة، في هذا الوصف القرآني، إن النفس لأمارة بالسوء، استعير لفظ الحوباء، لأن الحوباء هو الإثم الكبير، فالنفس في من خيرها في خير عافية كما يقول الشعراء، والنفس من شرها في مرتع وخم. فالنفس كما تلوم صاحبها، كما تدفعه حينا إلى الخير، هي أحيانا تدفعه إلى الشر لولا أن تتداركه رحمة الله. فسميت النفس بالحوباء بهذا الوصف الذي غلب عليها حتى عرفت به. فإذا قالت العرب الحوباء فإنما تقصد بذلك النفس البشرية، فهذا وصف غلب حتى عد اسما. ونأتي الآن بلفظ أن الحوب بمعنى الإثم في كلام الله جل وعلا، نفسر الآية ثم نعود إلى ذكر أن العرب تعرف في كلامها أن من أوصاف النفس أنها تحوب تأثم، فلذلك سميت بالحوباء. الله عز وجل قال في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إنه كان حوبا كبيرا أي إثما عظيما جليل القدر عند الله عز وجل، جليل القدر بمعنى عظيم الإثم. وهذا تفسير الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه. فالحوب هنا بمعنى الإثم الكبير العظيم المبالغ فيه. وقوله جل ذكره إنه عائد على الصحيح على الثلاثة التي سبقت. والله قال في صدر الآية: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، لكننا حين نعطيه ماله وندفع إليه ماله لا يسمى يتيما حكما، وإنما هذا باعتبار ما قد كان. وقد كانت قريش تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بقولها إنه يتيم أبي طالب، تقصد فيما مضى، وإلا صلى الله عليه وسلم لما نبئ كان على رأس الأربعين ولا يتمى بعد البلوغ. لكن هذا مما تعرفه العرب في كلامها، يطلقون الشيء باعتبار ما قد كان، كما أنهم يسمونه باعتبار ما يكون، مثل قول الله عز وجل: أعصروا خمرا. الله يقول: دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر، الذي يعصر العنب، لكنه باعتبار ما قد يكون. فإذا عصر العنب وترك دهرا أصبح خمرا، فهذا باعتبار ما يكون. لكن قول الله عز وجل هنا: وآتوا اليتامى أموالهم، باعتبار ما قد كانوا، قد كانوا يتامى، وإلا حين نسلمهم أموالهم لا يكونون يتامى. وهذا اليتيم العرب لا تعتد بفقد الأم، لأن الأمة لا تدفع ولا تنفق، الأم لا تدفع ولا تنفق، فهم في حياتهم لا يعتدون بفقدها، يقولون يوجد من ترضعه، يوجد من تكفله كفالة حضانة، لكنهم يعتدون كل الاعتداد إذا فقد الصبي الصغير أباه، فيسمونه يتيم والمراد الانقطاع. فإنه من حيث الاشتراك اللفظي بين اليتم معنى ولفظا قضية الانقطاع، فاليتيم انقطع عن أبيه أن ينفق عليه أو أن يدافع عنه،
وكذلك ما كان حسنا وانفرد عن غيره يقال له يتيم. ضرة يتيمة أي ليست مثل سواها، انقطعت عنهم بما امتازت به. قال شوقي رحمه الله: يجمع المعنيين في بيت واحد مدح بهما، مدح به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، أي في انفراده. فقال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. وإتيان اليتامى أموالهم له طريقتان. الطريقة الأولى إتيان إجراء، ومعنى إتيان إجراء الإنفاق، وهذا حال كونه يتيما لم يبلغ بعد، ويكون إجراء الكسوة مع الإطعام عليه من المال الذي هو له مما تركه له أبوه، وهذا إجراء نفقة، فيكسى ويطعم بالمعروف بما يلائم حاله من غنى أو فقر، وبما يلائم أقرانه والمكان الذي يعيش فيه حتى لا يشعر بالانكسار. فلو فرضنا أنه جاء عيد الأضحى، نضحي عنه أو لا نضحي عنه من ماله؟ فننظر في هذا اليتيم، فإن كان هذا اليتيم لا يفقه معنى الأضحية، بمعنى أنه صبي رضيع أو في الثالثة أو في الرابعة، هذا لا يدرك ما معنى الأضحية ولا يدري أنه ضحي عنه، فالأفضل نحفظ ماله ولا نضحي. لكنه إذا كان في العاشرة في الحادية عشر ورأى أقرانه ومن حوله يفرحون بأضحيات آبائهم، فنضحي له ونأخذ من ماله ما نجعله أضحية حتى يفرح وندخل السرور عليه، ولا يعد هذا تفريطا في مالنا، في ماله الذي ائتمننا الله عز وجل عليه. فقال جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم، فهذا إتيان إجراء. الحالة الأخرى إتيان تمكين، بمعنى أن نجمع ماله كله الذي نحن مؤتمنون عليه ونسلمه إياه كاملا من غير نقصان، وهذا قال الله عز وجل فيه: فإن آنستم منهم رشدا. فإذا بلغوا الرشاد، بلغوا النكاح، تحقق الأمران فيهما، يعطى اليتامى مالهما كاملا. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن اليتيم إذا بلغ 25 يعطى ماله على أي حال كان، يعني كان راشدا أو كان سفيها. وحجته رحمه الله يقول: إنه يصلح أن يكون جدا ما دام يصلح، لو نكح وهو صغير، تزوج وهو صغير، لأصبح جدا في 25. فعلى هذا قال يعطى ماله، إذ يمنع، يعني يستبعد في نظر هذا الإمام الجليل أن يحرم المال وهو في هذه السن، وهذا نظرة فقهية، لكن قيد القرآن لا بد من أن يكون راشدا، وهذا تفصيله في المحاكم في الأقضية، وإنما هنا الإلمام العام. وقد بينا أنه لا يتمى بعد البلوغ، والله عز وجل قال: فألقي السحرة ساجدين. هم وقت أن سجدوا لم يكونوا سحرة، كانوا مؤمنين أتقياء بررة، إذ لا سحر مع السجود ولا سجود مع السحر، لكن كانوا قبل سحرة، فأخبر الله عز وجل عنهم بما قد كانوا عليه متلبسين به. وهذا نظيره هنا قول الله: وآتوا اليتامى أموالهم. ثم قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. بعض العلماء يقول إن المعنى: أيها الولي الذي وصاك الله عز وجل على مال اليتيم، لا ينبغي لك أن تأكل من مال اليتيم، فإن أكلت من مال اليتيم فهو خبيث في حقك، لأنه ليس لك، وتركت الرزق الذي ساقك الله إليه، ساقه الله إليك، وهو الطيب المباح الحلال الذي جعله الله عز وجل رزقا لك، فأنت تركته ولم تأكل منه، ثم جئت إلى مال هذا اليتيم فأكلته، فأنت تأكله حراما. هذا تفسير للآية. وبعضهم قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال جل وعلا: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قلنا التفسير الأول لها. التفسير الثاني قالوا إن المعنى أن بعضهم كان يأتي إلى ما تركه ولي اليتيم من بهيمة الأنعام، فيجعل يأتي هذا الوصي الولي إن لم يكن يتقي الله، فيأخذ الشاة السمينة له، ثم إذا جاء يسلم اليتيم حقه أعطاه شاة مهزولة أو
أخذ الدرهم الجيد وأعطاه درهما مزيفا على ما كان من تزييف الدراهم آنذاك، فجعلوها عينا بعين، فهو يقول إنما أخذت منه شاه ورددت إليه شاه، وأخذت منه درهما وأعدت إليه درهما، لكن الدرهم الذي أخذه درهم جيد، وأما الدرهم الذي أعاده درهم زيف. أو أن الشاة التي أخذها شاة سمينة، والشاة التي ردها شاة مهزولة. هذا من معاني قول الله ولا تتبدل الخبيث بالطيب. وهذا القول الثاني ينسب إلى سعيد بن المسيب والزهري وبعض فقهاء المدينة، والعلم عند الله. ثم قال الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لكن هذا الجزء من الآية منسوخ، نسخ في كتاب في كلام الله جل وعلا أن الله عز وجل أباح مخالطتهم بالأموال بقوله جل وعلا وإن تخالطوهم فإخوانكم. فقول الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم ناسخ لقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لكن بعضهم يقول ليست القضية قضية نسخ، وإنما قضية تهذيب، إنما الأكل والمخالطة تكون بالمعروف، تكون بالمعروف، ولا تكون بأن يميل الإنسان على مال اليتيم ميلة تأكل كل ماله. وانظر إلى تعبير القرآن، قال ولا تأكلوا، واختار القرآن لفظ ولا تأكلوا لبيان أن الأكل أبشع أنواع أخذ مال اليتيم، لأنه سيصبح في الجسد فيضر الجسد، لحم بني على السحت النار أولى به، كذلك لا مطمع في أن يرجع لأنه أصبح مأكولا. فلهذا اختار القرآن مفردة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. من هنا سميت النفس البشرية بالحوباء. ودرسنا اليوم، لقاؤنا اليوم، حلقتنا اليوم من قناة دبي قضية الحوباء في أسماء وأوصاف. فالحوباء إذن وصف للنفس البشرية، فتسمى النفس البشرية بالحوباء. يقولون إن الحكم بن أحطب كان أحد أجواد العرب الكبار، فجاءه عربي يسأله فأعطاه الحكم 500 دينار وهو مبلغ عظيم، فبكى الأعرابي، فلما بكى تعجب الحكم وقال يا هذا أوجدت ما أعطيناك قليلا؟ قال لا والله، ولكنني أبكي لما تأكل الأرض منك. بمعنى أنك مهما خلت، مهما بقيت أيها الكريم، أيها الجواد، أيها الحكم، ستموت، فإذا مت أكلتك الأرض. فهو يقول يتأسف على مثلك أن تأكل الأرض جسدها، هذا الذي أراد أن يقوله الأعرابي. ثم إن الأعرابي أنشد بيتين خالدين يمدح بهما الحكم بن أحطب، قال فكأن آدم حين حان وفاته أوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وكفيت آدم عيلة الأبناء. معنى البيتين هو يقول في عطائك هذا الذي تعطي كل من سألك، فكأن تشبيه الأمر بالنسبة لدي، أي ذلك العربي يقول فكأن آدم عليه السلام أبو البشر، فكأن آدم حين حان وفاته أي عندما شعر بالوفاة أوصاك أنت دون سائر الناس لما علمه فيك من الكرم، فكأن آدم حين حان وفاته أوصاك وهو يجود بالحوباء. وهذا موضع الشاهد أنه سمى النفس حوباء، وهو يجود بالحوباء ببنيه أي ببني آدم أن ترعاهم. خاف آدم على ذريته الضياع فأسند أمر غوثهم إليك وكفيت آدم عيلة الأبناء، أي قمت بالواجب على أتم وجه إنفاذا لوصية أبيك آدم. ونحن نعلم أن شيئا من هذا لم يقع، وأن هذا الممدوح لا يبلغ مد هذا المدح ولا نصيفه، لكن الشاعر الأعرابي هنا وفق في اختيار المعنى واختيار الألفاظ، وأثنى على صاحبه خيرا. وثمة هذا العطاء إذا عظم، إذا كثر، بالاستقراء يقول النقاد هو الذي يورث أن ينطق الإنسان بالشعر. ولهذا قال الأول قالوا تركت الشعر، قلت ضرورة، باب البواعث والدوافع مغلق، ذهب الخيار، فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. فهذان سببان عظيمان لقول الشعر، فإذا عدم هذا وهذا فلا يمكن للشاعر أن يقول شعرا. هنا
القضية قضية الحوباء، كذلك وردت الحوباء كما وردت في شعر هذا العربي في قديم الدهر، وردت في شعر المعاصرين في شعر خليل مطران. وخليل مطران شاعر عرف أدبيا بشاعر القطرين، والمراد بالقطرين هنا لبنان ومصر، لأن أصله من لبنان وعاش حياته في مصر، وهو أحد شعراء التجديد في العصر الحديث. له قصيدة تسمى قصيدة المساء، داء ألم فخرت فيه رجاء شفائي. القصيدة طويلة همزية، لكن الذي يعنينا منها أنه في بيت واحد ذكر الحوباء، في بيت واحد ذكر الحوباء مرتين، في صدر البيت وفي عجزه. وفي قصيدة البيت المشهور: ثاو على صخر أصم فليت لي قلب كهذه الصخرة الصماء، فليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء. الذي نريد أن نقوله أن لفظ الحوباء في الأصل وصف ثم غلب على تسمية النفس البشرية، لكن أعظم ما وصف به القرآن النفس البشرية قول الله عز وجل في خاتمة سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الإنسان تجنح به نفسه ميمنة ميسرة، فيها إقبال، فيها إدبار، فيها نفور، فيها فتور، كل ذلك من طباع النفس لا انفكاك عنه، لكن الإنسان يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يختم الله جل وعلا له بالخير. ومتى علم الله منه، والله على كل شيء عليم، صدق النية وعظيم المجاهدة، فإن الله يغفر الزلات، كما أنه جل وعلا يقضي الحوائج وإن كثرت، فإنه جل وعلا يغفر الذنوب والخطايا وإن عظمت. والنفس البشرية عندما تنادى وهي في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة: يا أيتها النفس المطمئنة، هذا موئل كريم، مطلب عظيم، كل أحد يعقل يسعى إليه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الشق الأول من لقاء اليوم. نأتي لأوصاف وأسماء أخرى. الدهماء، الدهماء يقال دهماء مؤنث أدهم، والأدهم ما يميل إلى السمرة إلى السواد، هذا وصف عام، فيقال لبعض الخيل أدهم أدهم. وقد جاء في الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار بقيع الغرقد وهو مقبرة أهل المدينة قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله. ثم قال: وأنا فرطهم على الحوض، أي أسبقهم على الحوض لأسقيهم منه. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك والمعنى أنك لم تراهم، فكيف تعلم أن هذا هؤلاء من أمتك؟ والأصل أن أرض المحشر تجمع أمة محمد وغير أمة محمد، كل الأمم تجمع، لا يبقى أحد يستثنى من أن يحشر، ثم إلى ربهم يحشرون، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فقال الصحابة هذا الإشكال وهو في مكانه، فقال عليه الصلاة والسلام يقرب الأمر لهم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أصحابي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. إذن لفظ دهم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا يتحرر أن دهماء هو الخضار الذي يميل إلى السواد في بعض معانيه. قال الله عز وجل: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال: مدهامتان. والمعنى أن تلك الأشجار يميل لونها إلى السواد، وذلك لشدة خضرتها، وشدة خضرتها ناجمة من كثرة الري، وكثرة الري ناجمة من وفرة الماء في الجنة، فكل ذلك مترتب بعضه على بعض. فقال الله عز وجل: مدهامتان. لكن كذلك تطلق كلمة الدهماء على معان أخرى، فيطلق على عموم الناس، على العامة يقال لهم الدهماء، عامة الناس سوادهم الأعظم يقال لهم الدهماء، كما تطلق الدهماء على ليلة 29 من كل شهر قمري. والعرب تسمي الأيام والليالي
المحاق، البدر، الدهماء. فالدهماء ليلة 29 تسمى دهماء لأنه لا ينتظر منها أن يرى هلالها. والمقصود هذا اللفظ والاسم كيف غلب على شيء معين، فهو في الأصل وصف ثم ما لبث أن كان اسما. وحلقتنا أسماء وأوصاف. كذلك في قضايا الأسماء والأوصاف، النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة طابة وسماها طيبة، واسمها في القديم الدهري يثرب، وقد جاء به القرآن، لكن القرآن جاء به على ألسنة أحد المنافقين أو ثلة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ذكروهم باسمها القديم، يريدون أن يحيوا فيهم سنن الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى المدينة بيثرب، لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يعيد لها أمرا جاهليا أزاله الله بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هذه طابة، هذه طابة، ثلاث مرات. وإنما قال هذه طابة، هذا وصف، لكنه اسم كذلك أضحى للمدينة، فهي طابت بمقدمه إليها صلوات الله وسلامه عليه. وقد خلد أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله بقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليهم المدينة أنار منها كل شيء، أنار منها كل شيء. فلما أنار من الله جل وعلا من تلك المدينة المباركة كل شيء، طابت وطاب كل شيء فيها، حتى الحمى. عندما كانت المدينة قبل هجرة عليه الصلاة والسلام أرضا موبوءة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزع الله الحمى منها فنزعت، لكن لا يعني ذلك أنها بقيت لا أحد تصيب الحمى فيها، لكن ما كانت عليه قديم الدهر ذهب عنها ببركة وجوده صلوات الله وسلامه عليه، فطابت من كل وجه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، وحرمها كما حرم إبراهيم مكة، وبارك لأهلها في الصاع والمد صلوات الله وسلامه عليه. من هنا أصبح هذا الوصف لها بأنها طابت من كل وجه أصبح اسما لها يعرف بها إلى اليوم. لكن قد يؤتى من يخلد ذلك في شعره، كما قال جرير: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء بابا. هذه حلقة هذا المساء المبارك، أسماء وأوصاف، من برنامجكم الباقيات الصالحات، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء أسماء وأوصاف. نستفتح بالذي هو خير، الأخ سالم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ سالم، تفضل. يعلم الله يا شيخ صالح أننا ندعي لك سر وعلاني، نحبك في الله يا شيخ صالح. الحمد لله، الحمد لله، حبكم الله، يا حياك الله. يا شيخ صالح عندي سؤال. نعم. عندي أسئلة الشيخ صالح. السؤال الأول اللي هو في القرآن الكريم: لما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. الآن اللي هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين من قبلهم، ليس هم الذين بعثوا لهم رسول، ولا هم الذين اتبعوا النصرانية. نعم. أو اتبعوا وهي مزورة. نعم. فهؤلاء لهم الذين بعث إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا هم الذين اتبعوا النصرانية، فكيف يكون وضعهم عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. فهذا غيب لا نجزم، بس الأغرب نريد. نعم. بس هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: في تفسيركم الثاني لسورة يوسف: سوف أستغفر لكم ربي، النبي يعقوب. نعم. الاستغفار هنا يا شيخ صالح، سمعتك في الحلقة الماضية تقول أن أجل الاستغفار إلى وقت السحر، أو أنه أراد أن يؤدي بأبناه هكذا. نعم. فالشيخ صالح أنا الآن في الوضع الحالي نقول سوف، نقولها للحاضر ونقولها للحاضر، فهمني يا شيخ صالح؟ نعم. نقولها للوقت الحاضر يعني، وليس هو القرآن يا أخ سالم نزل بلغة العرب. نعم. ما نقوله بألسنتنا اليوم دخله ما دخله، لكن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تستخدم في المستقبل حرفان، تستخدم السين وتستخدم سوف،
وهم حسب كلام النحويين حسب ما اتفق عليه صناع العربية على أن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد. وإن كان قولنا أن هذا مستقبل قريب أو مستقبل بعيد نسبي وإنما يعرف من القرائن. فهذا نبي الله عز وجل لما قال هؤلاء الأبناء لأخيهم يوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين من غير تردد عفى عنه، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلم يتأخر لأنه أخ قرين لهم، يعني هم متساوون في درجة البنوة من أبيهم والأخوة بعضهم لبعض. لكن الإخوة أنفسهم لما ذهبوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، أراد الأب أن يؤدب الأبناء وأن يبين عظيم الجرم أنهم عقوا أباهم وقطعوا أخاهم وأذوه، فقال سوف أستغفر لكم ربي، لأنه لو أجابهم لجعل تلك المعصية والعقوق الذي كان منهم هينا في أنفسهم، وهو لم يرده نبي الله. هذا على قول. وقال بعض أهل العلم أنه انتظر ساعة السحر، لكنني أقول إن مثل مقامه في نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله لا حاجة لأن ينتظر ساعة السحر، فهو مجاب الدعوة. لكن هذه قد تكون في حقي في حقك من الضعفاء ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن نبي الله لا يحتاج إلى أن يمكث حتى السحر. لو أراد أن يستغفر لهم في الحين لقبل الله عز وجل استغفاره لبنيه. أما سؤالك الأول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن من لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعد من أهل الفترة. والعلماء رحمهم الله أحياء وأمواتا مختلفون في الحكم على أهل الفترة، والذي يترجح عندي أنه لا يقطع لهم بكفر ولا إيمان ولا بجنة ولا نار، ويقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين وربك أعلم، ولا يظلم ربك أحدا. لكن أن يقول قائل أن يحكم عليهم بأنهم في النار، فهذا في ظني لا يتفق مع ظاهر القرآن. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد دل القرآن على أنه لم يبعث إليهم رسولا أبدا، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. الله يقول وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال هو الذي بعث في الأميين، أي ليسوا بأهل كتاب. لو كان لديهم نبي أو كان لديهم رسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام لكان لديهم كتاب ولا يعدون أميين، والعلم عند الله. الأخت سميرة من الجزائر. السلام عليكم أمي شيخي. السلام، حياك الله أختي. أرجوك دعاء للذرية الصالحة أن تعلمني إياه. الله يرزقك الذرية الصالحة يا أختي سميرة. فتعيلي معك في قناتك يا شيخنا. إني أظنك من الصالحين إن شاء الله، وحفظك الله وأفادنا بعلمك. تفضل يا السؤال يا أختي. فقط دعاء للذرية الصالحة. الله يرزقك الذرية الصالحة ويوفقك في حياتك ويبارك لك فيها ويطول عمرك على طاعته يا أخت سميرة. الأخت عائشة من تركيا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ. أنا توصلت بالأخوة حتى يعطوني رقمك، ما أعطوني، قالوا إلا تستأذين منه. يا شيخ لا تخليهم يقطعوا الاتصال، أرجوك خلي يعطوني إياها هسه، لأن أنا عندي مشكلة تقطف رقابة إذا حلت إياها. أنا إن شاء الله سيتعاونون معك ويعطونك رقم الهاتف، وأنت يرسلي رسالة قولي أنا عائشة من تركيا وإن شاء الله تعالى أجيب على سؤالك إذا كان سؤالك لا يتحمله مسألة أن يعلن على ملأ. وفقنا الله وإياك يا أخت عائشة. نعم، أبو عبد الله من دبي، تفضل. تفضل يا أبا عبد الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ خير من الله وعافية. أنا عندي سؤال، إذا تحرم ابنك من ميراث، تحرم ابنك من ميراث عمدا يعني؟ ايه من عندك، يعني ابنك ابني انا. أيوة. تبراني بحياة بالدنيا هذا، تبري مني في الدنيا هذا، متبري مني
وأنا أبغي أحرم ميراث. الابن متبري من أبيه؟ أي نعم. في المحكمة؟ لا 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 لا، شيء شخصيا. شيء شخصيا نعم. إمامي. لا يجوز لك أن تحرمه من الميراث ولو كان هذا حاله. الميراث والغنائم والزكاة هذه أموال تولى رب العالمين جل جلاله أن تولى قسمتها، ولم يسندها لأحد من خلقه ولا لأنبيائه. ألا يسألونك عن الأنفال؟ إنما الصدقات للفقراء يوصيكم الله في أولادكم وأضرابها في مثل هذا الباب. ولا يحول بين الوارث ومن يرث منه إلا واحد من ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل واختلاف دين، هذه الثلاثة هي موانع الإرث. والأول يقول: فافهم فليس الشك كاليقين. ولكن نأتي في قضية أن تعاقبه في الدنيا بما شئت، هذا لك. لكن نسأل الله عز وجل قبل ذلك كله أن يهدي ابنك وأن يرزقه برك. والله يا أخي الكريم يقلب القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكما ضل فإن الله قادر على أن يهديه. لا تيأس ولا تجعل همك أن تمنعه عقابا، بل اجعل همك أن تكون سببا في هدايته. فادعو الله له وتضرع إلى ربك في الدعاء. لا يفرح الأب أن ابنه يعقه، لا يوجد أب يفرح بهذا، وأنت إن شاء الله لم تفرح، وأنت معذور إذا قال ابنك هذا أمام ملأ أو بينك وبينه أنا بريء منك. هذا لا يقول إلا سفيه جاهل غلبت عليه الضلالة. لكن بإمكانك أن تدعو له وتوصي زوجتك التي هي أمه أن تدعو له وتسأل الله له الهداية، ولا تدري قد يحدث الله عز وجل من أمره ما يحدث. عبد الرحمن بن أبي بكر حارب أباه أبا بكر يوم بدر، التقيا بالسيف، كان عبد الرحمن مع كفار قريش، ثم من الله عز وجل عليه بعد ذلك فتاب وهداه الله. فالله عز وجل يهدي ما دامت الأرواح في الأجساد، فلا انقطاع ولا يأس من هداية رب العباد جل جلاله. نعم. الأخت مريم من المغرب. نعم سيدي، السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. قولي يا صالح، دعينا من كلمة سيدي. إن شاء الله سيدي. إن شاء. نعم، إحنا في المغرب نقول سيدي، هذا طبيعة المغرب. أنعم بك وبأهل المغرب جميعا. أنا من مدينة فاس من المغرب. أنعم وأكرم، حياك الله يا أختي الكريمة. بارك الله فيكم، من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك، من أهل البيت. نعم سيدي. عندي بنت زوجتها مع أجنبي في إسبانيا، وكان دخل الإسلام ولكن تراجع ما بغاش يزيد يكمل. هذه البنت ديالي وضعت بنت معاه، احنا طلقنا معاه وجينا للمغرب بحالتنا، والبنت عندي دابا راها في 14 سنة. نعم. البنت ما راهيش تشوف باها، واش يجوز عندنا في الإسلام البنت وخبها يعني رجعت في الإسلام ديالو ممكن تشوفه أو تقاطعه؟ هو عندما تزوجها تزوج ابنتك، زوج بنتي. نعم فاهم فاهم. نعم. يعني بدي أشرح لك القضية، لا أسألك أنا الآن. هو عندما تزوج ابنتك هذا الرجل كان مسلما، وإلا مسلمي. نعم نعم. وإلا لا يحل زواجه. ثم أنجب منها هذه الفتاة البنت الصغيرة التي هي الآن عمرها 14 عاما، فهي ابنته. نعم. فهي ابنته. نعم. شرعا ابنته. نعم. ثم عاد هو إلى الدين الذي كان عليه، عودته. نعم. إلى الدين الذي كان عليه تفصم عرى تبطل نكاحه من ابنتك، فيصبح ليس. نعم. زوجا لها، ففارقها بحمد الله وجاءت ابنتك إلى المغرب، لكنها الصغيرة ذات 14 عاما ابنة ابنتك، يبقى هذا الرجل أباها. يبقى ماذا؟ يبقى أباها. ما دام يبقى أباها لها أن تبره بالمعروف، لها أن تبره بالمعروف، تتواصل معه وتسأله كيف أنت تبره، حتى ولو كان على غير دينها الذي هو دين الإسلام.
نعم. لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم يا شيخنا. شكرا. سؤال الثالث الثاني. نعم. عندي إخوان بالذات ولكن عملهم بالخير، أنا نسكن في الديار الألمانية، كان عملهم بالخير ونعملهم بالإحسان وربي يشهد علي على ما أقول. نعم. ولكن الإخوة توفت لي الأخت ديال عندها 40 سنة 40 يوم، وهذوك خوتي ما علمونيش لأن ما بقيتش نتكفل معهم، يعني المادة شوية نقصت عليا وما بقيت نتكفل منه، وقطعوا الرحم ديالي ولا ما كنمشي عندهم ما كيستقبلوا. ما حكم الشريعة في السؤال؟ يعني غير واضح جليا، لكن إذا كان بعض إخوانك لا يحسن التعامل معك أنت يدي حق الله معه ولا تلامين بعد ذلك، سددي وقاربي في أن تصليهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأعانك الله على تحمل ما يأتيك من قطيعة الرحم. نعم. الأخ خالد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله خالد. كيف حالك؟ بخير وعافية، تفضل. بس استفسر يا شيخ عن صلاة الأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. نعم. يعني الأربع ركعات هذه مع السنة ولا الحالة يا شيخ؟ هي نفسها السنة، هي نفسها. يعني قبل الظهر. هي المقصود بأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، هي سنة الظهر قبلية وبعدية، تصلى الله مثنى 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 قبل وبعد الظهر. شكر لك يا أخ خالد. الآن أيها المباركون نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل نؤوب لنكمل معكم ما تبقى لديكم من أسئلة. الحمد لله، حياكم الله إلى هذا الجزء من برنامجكم الباقيات الصالحات. الأخ أحمد من سلطنة عمان، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صالح كيف الحال؟ خير من الله وعافية. الله يسلمك من شر. أنا اتصلت فيك قبل عام من هذا اليوم، قبل سنة ما شاء الله، وطلبت منك أن تدعي لي أن الله يكفي عن الدين، كان علي دين واجب. نعم. وسؤالي الأول، هل في سورة الكهف هل إبليس له ذرية يعني عنده زوجة؟ لا أعلم أن سورة الكهف لها. أدعو الله عز وجل بما يناسب حالك، قل ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، قل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قل اللهم هب لي من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أمثال ذلك مما جاء في القرآن. السؤال الثاني يا أخ أحمد. السؤال الثاني، أدعي لي الشيخ صالح لأني أحبك في الله، أنا بغيت أروح العمرة وما تمكنت لأنه مديون واجب، والله يفك علي الدين. يقضيها الله، يقضيها الله. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فرحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك إن شاء الله؟ طيب بخير من الله وعافية. شيخ صالح، معرفة الله، هل العارف بالله لازم يكون عالم أو ممكن تيجي هبة من رب العالمين أو تيجي زي ما نقول يعني يعني كرامة من ربي للإنسان معرفة هو الله؟ من عرف من عرف الله فهو عالم، لكن إذا تقصد مسألة أنه عالم بالفقهيات والجزئيات والأدلة وحافظ الصحيحين أو ما أشبه ذلك، لا يلزم. لكن معرفة الله كلمة واسعة المعنى، يعني لا تطلق على كل شيء. لكن العارف بالله حقا من يراقب الله في السر والعلاني، هذا العارف بالله. من دلائل المعرفة بالله أن الإنسان لا يأس من روح الله. من دلائل المعرفة بالله كثرة ذكر الله، لأنه يعلم أن الله عز وجل يحب أن يذكر. من دلائل المعرفة معرفة الله جل وعلا أن الإنسان إذا خلى بنفسه بكى من خشية الله، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، هذا عارف بالله. العارف بالله لا يخوف بأحد مهما بلغ، لأنه يعلم أن الله عز وجل قادر على أن ينصره. نعم نعم يا شيخ، لكن السؤال طال عمرك، هل ممكن تجي البعض الإنسان تكون تجي له نظرة في الوعي، نظرة بوعي غير نظرة الناس للكون، يعني تجي له زي الإلهام في ينظر بنظرة ثانية للصالح، ممكن يعني ممكن يقع هذا للكون، ممكن يقع هذا في قلب يقع الإنسان. يقع هذا يقع العلم نور،
كما قال الصالحون قبلنا، يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء، ليس فقط بالقراءة والمذاكرة والجلوس للعلماء وإن كان هذا حقا، لكن العلم في مجمله نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. نعم. سلطان من الشارقة، تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله أستاذ سلطان. أولا أنا أحب أحييك يعني، وأنت من الأشخاص اللي أثرت في حياتي أنا شخصيا يعني. الله يوفقك. الله يتقبل. الله يتقبل. الله يسلمك شيخنا. أنا سؤالي، بعض الأشخاص يحلفون بغير يعني يقسمون بغير الله سبحانه وتعالى، يعني خاصة من البلد اللي أنا فيه يحلفون بأئمة أو أشخاص ثانيين ويسمون أسماهم كذلك بأسامي يعني عبد الحسين أو عبد الأمير أو عبد من هذه الأسماء. أنا أريد أعرف ما حكم الشرع عليها، وأيضا الزيارات الدينية اللي يعني أنا شفتهم شخصيا اللي يلفون حول المراقد لآل البيت أو هذه. نعم. شو حكم الشرع عليها؟ وهل يعني رب الآن يعني ليس القضية قضية ما حكم الشرع، يعني بتعبير أوضح هو كيف الإنسان إذا رأى في أخيه خطأ كيف ينقذه من الخطأ الذي هو فيه. هذا السؤال الذي ينبغي، الطريقة التي ينبغي إذا أذنت يطرح فيها السؤال. الله عز وجل عظم ذاته العلية وجعل لتعظيمه أشياء شرع لنا لا يشاركه فيها أحد أيا كان ذلك الآخر، حتى لو كان ممن عظمه الله. فالله جل وعلا عظم في كتابه جبريل، قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا تعظيم كبير لجبريل، ومع ذلك لم يشرع الله لنا أن نعظم جبريل فنحلف به أو نقسم به أو نتوسل به إلى الله، لكن نقول اللهم رب جبريل، فنبقى معظمين لله. العرش سقف المخلوقات أعظمها، ماذا ندعو؟ نقول اللهم يا رب العرش العظيم، فنبقي العظمة لمن يستحقها على إطلاقها ولا يستحقها على إطلاقها أحد إلا الله. أما آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حبهم دين وملة وقربة، مكانهم فوق الرؤوس، وننظر إليهم عليهم السلام جميعا نظرة إجلال، ونحبهم في قلوبنا محبة كبيرة ونجلهم، لكن نعلم يقينا أنهم شرفوا بانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة المصطفوية والبضعة النبوية سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأن مقام فاطمة مقام عظيم جليل، ولا أعلم أحدا من أهل الإسلام كلهم يبغض فاطمة أو لا يجد في نفسه قلبه في قلبه محبة لها، هذا لا يعقل لا يتصور. ومع ذلك نقول أننا لا نستطيع ولا نملك لا لهم ولا لغيرهم أن نضعهم في مقام نعلم يقينا أن الله عز وجل منعه عن كل أحد، مثلنا بجبريل لعلو مقامه، ولأن جبريل أول من يسمع وحي الله، والله أثنى عليه في القرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع أين؟ في السماء. أمين ما على ماذا؟ على وحي الله. مكين أين؟ له منزلة جليلة عند الله، ومع ذلك نحن نقول اللهم رب جبرائيل، ولا نقول يا جبريل أبدا، ولا يحق لنا ولا يجوز لنا. فإذا انتفى عن جبريل وانتفى عن محمد صلى الله عليه وسلم ينتفي عن من غيرهما من باب أولى، هذا أمر مقطوع به في الشريعة. لكن هؤلاء يبقون يجمعنا بهم، نصلي جميعا إلى بيت الله، جميعا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد لله بالوحدانية، نقول أشهد ونشهد أن محمد رسول الله، نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، نقرأ من كتاب واحد هو القرآن. إذا سئلت أنت أو سئل هو أو سئل أي أحد ممن ينتسب إلى الدين العظيم ما دينك؟ يقول مسلم. لكن أنت لو ذهبت إلى أحد في أوروبا من أهل غير المسلمين قلت له، لو قلت له أنت مسلم لا يرضى، هو يقول أنا نصراني، أنا يهودي، أنا مثلا مجوسي، أنا هندوسي، أنا كذا أنا كذا، يقول الدين الذي هو لا يفرح بالإسلام. لكن من يأتي يفرح بالإسلام ويقول أنا مسلم لكننا غلب على ظننا أنه لم يفقه الإسلام حقا، فحقنا أن ننقذه
أن نعينه على نفسه، أن نوجهه إلى الطريق المستقيم. الأمة قتلتها الطائفية تقتتل ليل نهار، وهذا كله لا ينبغي. فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اجتماع الكلمة، اتحاد المسلمين مطلب عظيم جليل ينبغي أن يسعى له في كل مسلم. ليس في الفرقة إلا الشر. هذه مثلا دولة الإمارات عزها الله ونصرها، مثال عظيم للاتحاد ولاجتماع الكلمة وللتعالف بين أهلها والسمع والطاعة لمن ولاهم الله عز وجل الأمر فيها. ليس في الاختلاف والاحتراب والاقتتال إلا الشر والبوار، نعوذ بالله من ذلك كله. فكلما اجتمع الناس، كلما اجتمعت الأمة، كلما كان هناك محبة ما بين أتباع هذا الدين العظيم، كان ينبغي أن نحرص عليه وأن نزيد في غرسه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نعم، هذا الذي يعني ينبغي أن يعلم يا أخي الكريم في جوابي على سؤالك. ومن بطريقتك أنت مما علمك الله تستطيع أن تنتشلهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجمع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. اللهم احقن دماءنا اللهم احقن دماء أهل الإسلام، واحمي أعراضهم، ووحد كلمتهم، واجمع شملهم، وبارك لهم في حكامهم وأمرائهم وشيوخهم ورؤسائهم، وألف اللهم بين الراعي والرعية في كل ديار المسلمين. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.